كنشوف الناس يعني كيتمرغضوا في التراب. قلتش كاين؟ قالوا لي الدري يعني مقتول. قلت لي انا وقيلا مجروح مشى يخيط ولا شي حاجه. قالوا لي لا مات اختي دخل للامور. عاتي ما نكذبش عليك تصدمت وطحت على رجليا. يعني دري عنده 18 عام ويتوفى يعني زعما مع الاسف. شهر ديال رمضان شهر ديال الغفران العائله ديالو مساكن كيفاش غيديروا في هذا رمضان؟ وشنو الذنب ديال هاد الاسره ولا حتى العائله ديال الاخر؟ يعني هما لا هذاك ولا هذا. هذا مشى مسكين مغدور وهذاك توا غادي يمشي لهيه. اش من حياه هذه عنده؟ اش من حياه؟ دري مسكين هو العلم الله امو العلم الله بها شحال قرات وشحال دارت ليكوش وشحال شربت ديال الحليب باش يولي له عنده 18 عام باش يجي وتكبر ولدك غير على 3 سنين. ماشي ساهله. راه ما كتكبر اخويا على 3 سنين راه حتى كيغفر لك الله سبحانه وتعالى الذنوب كاملين. عاد حسك يعني يولي راجل عنده 18 عام راه ولا راجل. بقات لي عامين تبارك الله يولي عنده 20 عام. يعني مو تتشوف فيه المستقبل تتشوف فيه الحياه. اليوم تتشوف الام ديالو يعني انها توفات. الام ديالو يعني كتشوف انها توفات حشومه عيب وعار. والله الا عيب وعار بالله عيب وعار. دري هو مسكين توفى عيب والله الا عيب بالله. نحملوا المسؤوليه. ها نحملوا المسؤوليه. نحملوا المسؤوليه المسؤولين اللي كيشوفوا بحال هادشي اللي كيخليو هادشي ديال المخدرات ويخليو هادشي ديال لا دروغ يدور. كيخليو هادشي ديال لا دروغ يدور يخليو المخدرات. واحد كيقتل واحد اش غادير ليه؟ ايوا خويا الله وعالم على هاد القتيله خويا اللي كتوقع في كل بلاصه راه السبب ديالها اغلبيه المخدرات. كنسمع بان دري تقتل عنده العمر ديالو 18 عام والدري اللي قاتلو يعني عنده 16 عام. وكيف ما كتشوفوا الامره ديال الخدمه ديالو راه كيبحث. هذه منطقه سيدي عثمان. سيدي عثمان هذه لارجونس ديال سيدي عثمان. واش مسكين مقطوع وما لاقيش باش غيكمي في المغرب؟ واش غادي يدخل لدارهم غادي يطلب منهم بان يعطيه واحد باش يكمي ولا باش يدير شي حاجه؟ زعما مع الاسف مع الاسف راه ولينا كنشوفوا القتل اخويا بزاف. اش بغاونا هاد الناس نديروا؟ حبسوا القتل والامن راه ما يجري والامن ها الفرقوني طاس من هنا المطر من هنا وهاد الناس ما بغاو يحشموا. علاش؟ راه مدروقين مقرقبين سكرانين ما كيعرفوا لا رمضان لا حتى حاجه. ودري مقرقب مبوق عقل على واحد مسكين غير شي فيه جنويه. حشومة عليك. اش بغى عند هاد الولد هذا؟ اش بغى عند هاد الدري مسكين؟ اش بغى عند هاد الدري تخصبوا في حياته وصيفطوا للقبر؟ حشومه والله ما ان هذا من الله ياخذ فيكم الحق والله العظيم.